دي أول مرحلة بتصنف اللي هو مقاسات، بيبدأ بيتصنف حسب الناس اللي هو يطبعه، وبيبدأ ده زي ورق عشان بتطبع من 7 لـ 8 طبعات، لازم تطبع الورق من ستة كويسة جدا عشان ما تلحلش معاه. ضبط الشكل والشبلونة عشان يفضل بعد. هو كده ظبط الزاوية بتاعته على الشبلونة، كده مع الألوان بيظبط كل دول لوحده. يجيلي اي شغل كده من الطباعه دم الكشاف كده اهوت، ولو في حاجه مقطعه مثلا زي هنا اهوت بعمله هنا اهوت كده مثلا. حضرتك بيبقى في حاجات ناقصه هنا اهو، واي تلوين حاجه كده زي ممكن مقشفره اي حاجه كده اهو بيتم معالجتها هنا. دي نباتيتي كده نباتيتي فيس قبل ما تتشطب، ودي نفرتيتي بروفيل بعد ما تتشرف التشطيب. دي تبقى اسطمبه تبدا تتفرح، تبدا التاثيرات بتاعت الرشه. ده كده خلصانه، ده كده لسه قبل ما ياخد المرحله العاليه. وده الفرق. طبعا بعد حركات ركود السياحه شويه بيفرق معانا التوزيع باقل من الاول، غير كده كمان ان بدا الناس تزرع البار دي اصلا لان ان مبقاش السياح بقى لهم جامد، فاثرت عليهم الموضوع ده موضوع السياحه.